يا اهلا بيكم. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن ال HTML5 SVG Circle. ال SVG في الحقيقة هي عبارة عن ال Scalable Vector Graphics. ايه معنى ال Scalable Vector Graphics؟ هي عبارة عن ان احنا الرسم بتاعنا بيبقى عن طريق ال Vectors. اللي احنا شفناه قبل كده في مثلا في ال HTML5 هنا لما كنا بنستخدم ال Canvas، ده عبارة عن ال Normal Drawing. المشكلة مع الكانفاس اللي احنا لما بنيجي نكبر الصورة بيحصل لها زي بيكسليتد، اللي هي بتتحب النقط بتاعتها بتبان، لكن طبعا مع الفيكتور جرافيكس الصورة دايما بتبقى بشكلها اللي هو لو في كيرف ما بيظهرش فيه النقط اللي باينة فيه. هنشوف طبعا الموضوع ده عن طريق مثال. لو جينا هنا بدينا عندنا في ال HTML5 فايل وبدينا مثلا كتبنا SVG التاج بتاعنا اللي احنا بنستخدمه، وبعدين عندنا هنا بعد كده هنبتدي نرسم مثلا وليكن سيركل. فاول حاجة هنحاول نعرفها هنا ممكن نقول ID، وبعدين نقول مثلا ده SVG ID، وبعدين نديله height، فنقول مثلا ده عبارة عن 200 بكسل، وبعدين اكس لان الجزء ده من الكود ده مش HTML، ده عبارة عن XML، فنقول XML النيم سبيس بتاعتنا، وبعدين بعد كده نكتب مثلا HTTP /// www.w3.org / كبرينا الجزء عشان الكود يبان، وبعدين نكتب بعد كده 2000، وبعدين نكتب SVG، فده النيم سبيس بتاعنا اللي احنا بنستخدمه في الـ XML. وبعدين بعد كده ممكن نكلوز التاج بتاع الـ SVG، وبعدين هنا نبتدي نعرف مثلا اللي احنا عايزين نرسم سيركل، فنيجي نقول سيركل، وبعدين ممكن نديها ID، وبعدين هنا نقول سيركل ID، وبعدين نقول CX، دي المكان اللي احنا عايزين نروح له الاول عشان نبتدي نرسم السيركل، فنقول مثلا CX اللي هو 50، وبعدين بعد كده نعمل CY اللي هو يساوي برضه 50، وبعدين الراديوس بتاعنا اللي هو نص القطر بتاعنا هيكون برضه 50 بكسل، وبعدين الفيل احنا عايزين نملاها باللون اللي لونه ريد، ونعمل كلوزنج للتاج ده، بعدين نعمل سيف. لو جينا هنا وجبنا الاكسبلور بتاعنا رحنا للفايل اللي هو SVG سيركل، عملنا دبل كليك هنلاقي فيه السيركل جت عندنا. لو جينا كبرنا السيركل دي بهذا الشكل زي ما احنا شايفين الكيرف هنا مازال باين ان هو كيرف. لو طبعا لو هي كانت صورة BMP او JPG او اي نوع تاني من الاكستنشن هنلاقي هنا ان اللاين مش كيرف بهذا الشكل. فخلينا نرجع تاني للسايز النورمال اللي هو اظن هو ده، هو ده. وبعدين هنا ممكن نجرب برضو حاجة تانية مادام موجودين هنا، ممكن نكمل لو ممكن نكتب هنا إليبس ونخلي ده RX مثلا، نكتب هنا النقطة اللي احنا هنبدأ من عندها هتبقى 100، والـ RX بتاعنا ممكن نخليه 100، والـ RY لأن الـ Ellipse ليه 2 radius ممكن نخليه 50، وبعدين نعمل Save. لو رجعنا هنا مرة تانية وعملنا Refresh زي ما شايفين احنا قدرنا نرسم Ellipse دلوقتي عندنا في البرنامج في الـ HTML عن طريق الـ SVG تاج. أنا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده، وأشوفكم في الفيديو اللي جاي إن شاء الله.